ترى ماذا يحدث عندما يخطئ الحيوان في اختيار فريسته؟ تابعوا معنا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ وجد هذا الأسد نفسه محاصراً بين مجموعة من الضباع. أما هذا الحمار فقد لقن الضبع درساً قاسياً، لابد أن هذا الضبع لن يقترب من المنطقة مرة أخرى. اعتقد الغراب أن المعركة ضد هذا الفأر ستكون سهلة، لكنه أخطأ التقدير. حاولت الأفعى افتراس السلحفاة، لكن المفترس تحول إلى ضحية. تستطيع السلحفاة البقاء لوقت أطول تحت الماء، ولذلك قامت بإنزال الأفعى إلى الأعماق لمنعها من التنفس. إذا كنتم تعتقدون بأن الحمار لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فعليكم رؤية ما فعله بهذا الضبع. بدا الكنغرو فريسة سهلة لكلاب الصيد، لكن الحقيقة عكس ذلك. دافع الكنغرو عن نفسه بكل قوة. اعتقد هذا القط أن التهام اخطبوط حي سيكون أمراً سهلاً، لكن الأخطبوط كدأ يخنقه حتى الموت. سئم الجمل من تصرفات الحمار، فقرر أن يظهر له قوته الحقيقية. السناجب ليست من الحيوانات المفترسة، لكنها شجاعة للغاية، وإذا تطلب الأمر فإنها ستخوض قتالاً شرساً ضد أضخم الأفاعي. واجهت هذه السحلية مجموعة من الكلاب بكل شجاعة. اتخذ الكلبان قراراً خاطئاً بمهاجمة هذا الثور دون تقدير العواقب. نأمل أن حمل الثور لهما بواسطة قرنيه ورميهما في الهواء لم يسبب لهما الكثير من الأذى. اعتقد التمساح أن فريسته سمكة عادية، لكن تبين أنه قد أمسك بحنكليس كهربائي بين أسنانه، وقد تسببت الصدمة الكهربائية التي تلقاها التمساح في توقف قلبه. الفهود من أقوى وأسرع الحيوانات في البرية، لكن هذا الفهد تعلم أن قوته لن تفيده في مواجهة أشواك الضربان.
سئم هذا النمر من صيد الحيوانات الضعيفة وقرر افتراس صغير الدب، لكن الديسم أظهر قوة لم يتوقعها النمر مطلقاً. تجاهل القندس ذلك الكلب المزعج لفترة طويلة، وحين نفذ صبره قرر أن يعضه على أنفه. كان هذا الكلب واثقاً من قدرته على مواجهة ثور البيزون الضخم، لكن الثور أثبت له العكس. يمكن للأفاعي أن تخيف الكثير من الحيوانات الضخمة مثل الأحصنة، لكنها لا تخيف هذا الكلب القوي. بمجرد أن حاول القط افتراس الدجاجة، تدخلت دجاجة أخرى لتقديم المساعدة. حاول النمر صيد البطة، لكنه لم ينجح. مهارتها في الغوص تحت الماء بسرعة سمحت لها بالنجاة. نجح هذا الكلب الشجاع في طرد دبين كبيرين من فناء المنزل بعد تسللهما إليه. يمكن لمالك المنزل أن يطمئن في وجود هذا الكلب. حاولت اللبوة مهاجمة فرس النهر، لكنها دفعت الثمن غالياً. يهوى النمس صيد الأفاعي، لكن أفعى الكبرى طريدة صعبة للغاية، ومن أجل ذلك قررت مجموعة من حيوانات النمس التعاون للإطاحة بها. في الغالب تستسلم الأحمرة الوحشية بسهولة أمام الحيوانات الضارية، لكن هذا الحمار الوحشي قرر المقاومة لآخر لحظة. أشواك الضربان مؤلمة للغاية، حتى هذه الأفعى الضخمة لم تجد الطريقة المناسبة للتعامل معها، وفي النهاية أصبح جسدها مليئاً بالأشواك. في هذه المقاطع يمكن أن نرى كم يمكن أن يكون الحمار قوياً وخطيراً جداً. لم يترك هذا الحمار للخنزير أي فرصة للمقاومة، كما يمكن للحمير أن تهاجم مالكها أيضاً. هبط هذا الطائر وسط حظيرة النمور وفرض سيطرته عليهم. اعتقد هذا الطائر أن تواجد النسر داخل القفص سيقيه من الخطر، لكن رد فعل النسر كان سريعاً للغاية. ليس من عادة الكلاب أن تصطاد الأفاعي، لكن إذا كانت تلك الأفاعي تشكل تهديداً على البشر، فإن الكلاب ستفعل المستحيل لإبعاد الخطر. وأخيراً، لا تملك حيوانات الكسلان أي فرصة أمام النسور، وذلك بسبب حركتها البطيئة، لكن تعامل هذا النسر مع فريسته يؤكد بأنه غير معتاد على صيد هذا النوع من الحيوانات. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.